السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفه، مرحبا بكم في ميلاد فيديو اخر من الفيديوهات اللي كنقدموا في القناه ديالنا اللي هي قناه الفلسفه. كيف العاده لك تجدد ولا اول مره كتشوف هذا الفيديو، هذا تنزلوا له واحد البوطون احمر غتلقاو فيها سبسكرايب او صابوني او اشتراك، حاولوا تضغطوا عليها باش ان شاء الله توصلوا بالفيديوهات ديالنا. كذلك حاولوا تفعلوا الزر ديال المنبه باش تكونوا نتوما الاوائل اللي كتشوفوا الفيديوهات الخاصه بالقناه ديال الفلسفه. الوغ حنا تقريبا دابا 26000 في القناه تاعنا، مرحبا بكم، ما تنساوناش بالدعم ديالكم واللايك ديالكم والتعليق ديالكم. الوغ في هذا الفيديو ان شاء الله كيخص الناس اللي دفعوا المنحه الجامعيه، غادي نحاول ان شاء الله نهضر لكم على الطريقه باش يمكن لكم تعرفوا واش انكم غتستافدوا من المنحه الجامعيه ولا لا هذه السنه هذه. الوغ حاولوا تتابعوا معايا الفيديو هذا. دونك كيف ما قلت لكم بزاف ديال الناس كيتسالوا المنحه الجامعيه، يعني اغلب التلاميذ كيسولوا على المنحه الجامعيه والطريقه باش يمكن لهم ما يعرفوش انهم يستافدوا من المنحه الجامعيه هذه السنه هذه ولا لا. دونك بالنسبه للطريقه هي ان اللوائح راه تعلقوا في الـ في الـ في, الـ في النيابات الخاصه بالاقاليم ديالكم. دونك بزاف ديال الاقاليم راه علقوا اللوائح الخاصه بمستافدين المنحه الجامعيه، دونك يكفي تمشي للنيابه اللي كتنتمي ليها انت وتشوف اللوائح، تشوف سميتك واش كاين المستافدين ولا لا. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه والطريقه اللي مضمونه 100%. بالنسبه للموقع الخاص بوزاره التربيه الوطنيه راه فيه بزاف ديال المشاكل، لانه مازال ما دخلوش جميع المعلومات الخاصه بالطلبه، يعني تقدر تقلب على سميتك وتلقى راسك راه ما مستافدش وانت العكس راه مستافد، دونك لانه مازال ما دخلوش المعلومات الخاصه بك. دونك من الضروري تمشي لاقرب نيابه اللي النيابه اللي كتنتمي ليها انت وتشوف اللوائح ديال الناس اللي علقوا واش انك كاين سميتك من المستفيدين ولا لا. دونك ملي غادي تشوف راسك واش مستافد من حال جميل هذه السنه هذه ولا لا، شنو غادي دير من بعد؟ غادي تحاول تراقب الموقع الخاص بالجامعه اللي درتي، وكذلك غادي تحاول تشوف لي زافيش اللي كيعلقوا في الجامعه، يعني الاعلانات اللي كيعلقوا تماك غادي تحاول تراقبهم، يعني ان فوا غادي يلوحوا واحد لانونس خاص بالناس اللي غادي يستافدوا من حال الجامعيه، غادي يقولوا لكم الوقيته وكذلك المكان اللي غادي تجيبوا فيه البطاقه ديال المنحه هي اللي كتمكنك باش تصرف الاموال الخاصه بالمنحه الجامعيه. دونك كيقولوا لكم الوقيته وكذلك التاريخ وكذلك المكان، يعني فاش تجيبوا هذا الكارت كيشي يعني بطاقه منحتي. دونك هذه هي الطريقه. ملي كيعلقوا لكم يعني الناس اللي ممنوحين وكيقولوا لكم يعني الوقيته فاش تجيبوا البطاقه منحتي، راه كيعطيكم المعلومات الخاصه بكم نتوما، يعني كل واحد المعلومات الخاصه به ديال المنحه الجامعيه، انت كتسجل ديك المنحه دوك المعلومات وكديهم من ديك البلاصه اللي قالوا لك فين غتجيب الكارت كيشي، وكغادي تستلم جميع الاوراق الخاصه بالمنحه الجامعيه. الو هادشي اللي كاين بخصوص المنحه الجامعيه. غادي نحاول ان شاء الله نخلي لكم واحد ليان واحد الرابط تحت هذا الفيديو هذا في الديسكريبسيون بخصوص النتائج ديال اللوائح ديال المنحه الجامعيه، يعني ان فوا كنتوصل بواحد الاقليم من الاقاليم ديال المملكه راه كنحاول نزيدو في ليان. دونك هذا الموضوع هذا يكون متجدد، يعني ان فوا غادي نتوصل بواحد الاقليم راه غادي نزيدو في اللائحه. دونك حاولوا تشوفوا الرابط ديال هذا الموضوع هذا في الديسكريبسيون. كذلك ما تنساوش تدعمونا باللايك، يعني نتوما ازيد دابا 26000 ومحتاجين الدعم تاعكم، محتاجين اللايك ديالكم والتفاعل ديالكم والتعليقات ديالكم. دونك كذلك اللي عنده اي سؤال بخصوص المنحه الجامعيه يحاول يخلي ليا في التعليقات وان شاء الله نقدر نجاوب عليه، راه غادي نجاوب عليهم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.